قسم الأطراف الصناعية يقوم بالاتصال على الحالات الطارئة والحالات اللي بتناشد إنها بدها خدمات من مستشفى حمد وبصورة عملية. أوقفت كورونا الحركة في قطاع غزة بشكل شبه كامل، ولكن لأن المرضى لا يمكنهم التوقف عن تلقي المشورة الطبية، فقد نجح الأطباء والمشافي في قطاع غزة في استمرار تقديم الاستشارة الطبية والدعم لهم. كيف نجح ذلك رغم كل العقبات والظروف التي يعيشها قطاع غزة؟ دعونا نتابع. وصلت من خلال صفحة المستشفى ومن خلال الاتصالات الهاتفية على جوال اللي هو المستشفى. بدأت جائحة كورونا تجتاح قطاع غزة في نهاية شهر أغسطس الماضي، ونحن حقيقة من بداية اجتياح هذا الوباء لقطاع غزة بدأنا باتخاذ تدابير واحتياطات للوقاية. كان يجب أن نبدأ في عمل بديل لهذه الخدمات بحيث لا نترك مرضانا بدون تلقي خدمات التأهيل والأطراف الصناعية وخدمات السمع. في الحقيقة خلال الفترة القليلة الماضية، خلال الثلاث أسابيع الماضية، تم خدمة أكثر من 3000 جلسة عن طريق الفيديو، وتم تقييم المرضى الذين بحاجة إلى زيارة منزلية لوضعهم على جدول بحيث أن الفريق يزورهم في البيت. تم تلقي أكثر من 400 استشارة هاتفية واستشارة عبر الرسائل القصيرة، وتم الإجابة عليها بشكل مرضي للمرضى، وكان رضا المرضى كثير. وهناك أيضا يعني بعض الرسائل وصلتنا من المرضى، سواء رسائل فيديو أو رسائل مكتوبة، تفيد بأنهم استفادوا كثيرا من هذه الجلسات. حاولنا جاهدين تقديم النصائح، تقديم الإرشادات لهم، ومن خلال قنوات التواصل الاجتماعي. الأخت آية، كيف تقييمك للوضع تاع الطفلة مريم؟ صرنا نتابع البنت جلستين أسبوعيا على عن طريق الواتساب. حاليا كيف شايف، كيف تقييمك للحالة تاعت بنتك؟ مريم كثير تحسنت عن أول، طبعا بفضل الدكتورة التمارين اللي علمتني إياها. فعالية العلاج عن بعد بالنسبة للمرضى، لا يعني ممكن أن نقيمها نسبة 50% من الخدمات العلاجية التي يتلقونها المرضى بوجه لوجه. فبالتالي هي شيء لابد منه، ولكن ليس هي الشيء المثالي، ولكن شيء يعني ممكن أن يساعد قليلا في التخفيف من انقطاع المرضى عن العلاج بشكل كامل. حضرتك بالتمارين كل يوم بتعملي تمارين زي ما وصناكي على 3 جلسات باليوم؟ يوميا. هو نوعا ما انه كويس، بضلهم يتواصلوا مع الطفله انه كيف لوين وصلت. طبعا الدكتوره ما بتقصر، ببعت لها الفيديوهات وهي بتعلم، سواء كانت حركه غلط او صح هي بتعدل لي عليها. هو مش كل المطلوب، بس أحسن يعني إنه بتعاملوا مع الطفل ما بسبوهاش، يعني ضلهم متعاملين معها. ليلة 25/8 لما أعلنت عنا الحكومة إنه الإغلاق التام لكل شيء في قطاع غزة، طب كان من ضمنها مستشفانا، وكان من ضمنها قسم السمع والتوازن. تواصلنا مع بعض وخلية أزمة لإدارة القسم مع إبلاغ إدارتنا بالشغل اللي إحنا بنشتغله. ف13 مجموعة واتساب كانت عنا لتقديم خدمة الأودوت ريفيربل ثيرابي، اللي هي خدمة التدريب السمعي، الجلسات اللي إحنا بنقدمها للأطفال عن بعد. آية، تفتحي لي كاميرا من عندك لو سمحتي؟ من عندي الصوت راح يعملوا اي. افتحي لي كاميرتك يا آية. هاي الكاميرا مفتوحه يا ام صهي يا صلاح. وفين مفتوحه يا اختي؟ مش مفتوحه كاميرتك، متوقفه. متوقفه يا آية. وين نروح نعطي موعد ثاني بوقت ثاني؟ هذا يوميا الاشي بيصير، لانه حال غزه معروف، الانترنت عندنا كيف معروف، وقصه الكهرباء شيء كثير سيء وشيء كثير صعب. بتيجي الكهرباء الساعه 6 المساء، بس احنا دوامنا المفروض ان احنا من 8 للـ3، ما التزمنا بدوام محدد، وكنا كتير فليكسبل مع الناس. انا بدي اكون دايره البيت، دايره اولادي،
بنفس الوقت دايرة العمل، عم برد على الاستشارات، عم بتبع عندي 230 طفل، أنا بتبع مع المدير الطبي، بتبع مع الشؤون الإدارية، كل هذا بدك تعملي بالبيت اللي فيه ولادك، وفي عليك مسؤولية بالبيت، ومسؤوليتنا بالبيت أجت إنه الدراسة كمان لأولادنا صارت عن بعد. يعني هذه من أحد المشاكل اليومية اللي بتواجهنا مع الأهالي، إنه الإنترنت بيكون عندهم ضعيف، هذا الإشي اللي إحنا بنواجهه. مع ذلك بفضل الله حققنا نجاح كتير كبير في إنه الجميع وصلت لإلى الخدمة، ومستمرة الخدمة بفضل الله عز وجل وبفضل جهود وطواقم مستشفى حمد.